السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واموركم على خير. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي نحضر معكم اليوم كوكيز في منزلي بمكونات بسيطة غتوجدوها كالوليدات ديالكم الكوتي ديال المدرسة ولا الفطور في الدار. كيجي لذيذ بزاف وزوين وغيحماقوا عليه، ومكونات ديالو بسيطة وسهل وكيوجد الضهية بسرعة. فقط تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة تحضير المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في وصفة اليوم. ونتمنى انكم ما تبخلوش على لا فيديو باللايك وتعاليق هكا محفزة، باش ان شاء الله نبقى دائما نمدكم بكل ما هو جديد في الوصفات الاقتصادية. وغادي نبداو على بركة الله. ناخد واحد البول اللي غادي ندير فيه حبة واحدة من البيض، حبة تكون متوسطة وتكون تخرجيها هكا قبل من الثلاجة، مع صاشي واحد ديال الفاني. يمكن لكم تنسمو بأي أي يعني نكهة كتفضلو. غادي نحتاج واحد نص كاس ديال السكر سنيدة أو سكر حبيبات، وكيبقى السكر على حسب الذوق، يمكن لكم تنقصو أو زيادة ما كيناش. هاد الكونتيتي راه كافية، كيجي هو هذاك. قبيصة ديال الملحة صافي. وغادي ناخذ الباطو وغادي نميلونجي هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان حتى نحصل على واحد الكريمه شويه تكون بيضه، باش هكايا تذوب ليا داك سنيده ما تبقاش عندي حبيبات. ملي نبدا نجمع العجين نحس بها هكاك في العجينه. صافي دابا غادي نضيف ليهم واحد نص كاس ديال الزيت نباتيه، غادي نضيفو دفعه واحده حتى هو الخليط، وغادي نزيد ميلونجي مزيان. الا ما كانش عندكم الباطو ماشي مشكل، يمكن لكم تستعملوا غير الخلاط اليدوي ماشي بالضروره. هنا استعملت نص كاس ديال النشا اولا مايزينا، كتعطينا واحد الاضافه زوينه لهداك الكوكيز ديالنا، كيجي مقرمش ولذيذ. هنا غادي نضيف في الاول واحد الكاس ديال الدقيق الابيض اللي نكون ديجا مغربله. غادي نحاول انني نديرو دفعات. في الاول كيف شفتوا راه درت غير نصف الكاس. غادي نضيف ليهم جوج ديال لي ساشي ديال الخمارات الحلويات بيكين باودر، وغادي نبدا كنميلونجي هذوك المكونات مع بعضياتهم. فالدقيق نبداو ندفعو غير بشويه بشويه، وحنا كنجمعو باش نشوفو نحصلو على القوام المناسب. غادي نضيف لي بيبي شوكولا اولا الشوكولا ديال الكوكيز، كل واحد شنو كيسميه، في الوسط ديال العجينه باش كيعطيني واحد المذاق زوين وواحد المنظر زوين لذاك الكوكيز. صافي وغادي دابا نستعمل ايدي وغادي نبدا كنجمع في هذيك العجينه اللي عندي اولا داك الخليط اللي عندي. كيف شفتو هو راه مازال يعني كيتلصق، وغادي نضيف هذاك نصف كاس الاخر ديال الدقيق، وانا كنجمع المكونات غير بشويه هكا بالاطراف ديال الاصابع ديالي. هذيك النشره كتساعدني انني دغيا كيتجمع لي العجين باش ما نستعملش كميه كثيره ديال الدقيق. هنا راه مازال غادي نحتاج الدقيق، غادي نضيف نصف كاس اخر ديال الدقيق الفورس. يعني في الاول ضفت كاس دفعات، درت نصف الاول ونصف التالي، دابا ضفت نصف اخر حتى هو غادي نبدا نديرو دفعات باش نحصل على داك القوام اللي انا باغيه، ما يجينيش داك لي صابلي ديالي ولا الكوكيز ديالي يجيني قاصح. كيف شفتو انا بقيت يعني استعملت كاس ونصف ديال الدقيق الفورس. دابا هنا في هذه المرحله راه دهنت ايدي بشويه ديال الزيت باش نجمع مزيان هذيك العجينه، ما تبقاش تلصق ليا في يديا وانا كنزيد في الدقيق حتى نديرو مقاصح. يعني كتستعني غير بقليل من الزيت كدهني به الاطراف ديال اليد ديالك. صافي هنا خليتها على جنب، خديت لاطه ديال الفران اللي درت فيها ورق الزبده اولا ورق المطبخ كنديرو، وكندهن ايديا غير بالقليل من الزيت، وكنبدا نشكل كرات اللي يكونوا صغارين او كبارين تبقى لكم الاختيار، ولكن من الافضل انني ندير كرات اللي يكونوا صغار، لان عندنا جوج ديال الخمارات راه غادي تضاعف لينا الحجم ديال هذاك الكوكيز وغادي يجي كبير. صافي غادي نبدا نشكل بشويه بشويه بالكره حتى نكمل هذيك الكونسيتي اللي عندي كامله ديال العجين.
وكنحاول انني كنبرك عليه غير واحد شويه باش يتضغط ليا. راكي شفتو ساهل وراكي وجد بسرعه، والوليدات ديالكم راه غيعجبهم، غتفرحوهم ملي تحضروا ليهم. صراحه يعني وصفه اللي سهله، غير انه كنت غنوجد لوليداتي وقلت لي انا نشاركو معاكم، يعني وصفه يمكن لي معروفه عند الجميع. صافي كيف ما شفتوا انا هنايا بديت كملت الكميه كامله اللي عندي. صافي غادي ناخذ هذاك لي بيبي شوكولا ولا الشوكولا ديال الكوكيز، وغنبدا ناخذ شي حبات ونبدا نوضعهم من الفوق ديال العجين باش يبقاو واضحين ليا وباينين كيجيو زوينين عاطر من هضر. والكوكيز هو هذاك الشوكولا كيكون فيه من الفوق. صافي غادي نكمل اللاطه كامله بنفس الطريقه، نوزع على هذوك الحبيبات ديال الشوكولا. صافي وغندخل اللاطه ديالي للفران. الفران ما كنكونش مسخناه من قبل، صافي غير كنشعلو على درجه حراره متوسطه باش نخلي الكوكيز ديالي يطيب على خاطره. الكوكيز ما كيتعطل شويه في الطياب، ولكن الا جهدتي عليه راه دغيا كيتحرق. نقصوا العافيه مهيله حتى يطيب وياخذ داك اللون الذهبي ديالو على راحته، وديك الساعات نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هو هذا البنات الشكل النهائي ديال الكوكيز اللي حضرت معكم اليوم. كيف شفتوا كيطيب، راه كيضاعف الحجم ديالو كيف ما قلت لكم، يعني قد ما درتو كويرات صغيرين كتحصلوا على كوكيز هكا صغارين، وكيبقى لكم اختيار. يعني هذا الحجم هذا زوين، هو كنت بغيت نحصل عليه، كيجي زوين. كنحمرو غير شي شويه كيجي هكا اللون ديالو اصفر مذهب، راه كيجي لذيذ مقرمش. الوليدات راه كيحماقوا عليه. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجاب ديالكم. وصفه بسيطه في المتناول الجميع. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايك على لا فيديو والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء. واذا كنتوا اول مره غتشوفوا قناه اسماء ام عمران، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد عندي. خليتكم في امان الله وحفظه، وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ووصفه جديده على قناتي وقناتكم اسماء ام عمران. في امان الله وحفظه.